في لحظة واحدة غير الإنسان مسار التاريخ. عقارب الساعة تدور للخلف، ثوان مصيرية وطيش غير كل شيء. اختفت مظاهر الحضارة وأصبح كل شيء مجرد ذكرى باهتة. لنتساءل ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ زمزمي زمزمي، ما ما الذي حدث يا زمزمي؟ زمزمي، ما الذي حدث؟ لماذا نتحدث هكذا؟ له الأمر جلل اللي أنا بقوله ده. أيوة كده يا أخي، أنا قلت إيه اللي عوج لساننا كده؟ ما الذي حدث؟ إيه اللي حصل؟ إيه؟ مش عارف، أنا آخر حاجة فاكرها إننا كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون. يا محمد أنام! ارفع ابنك بيبلغ عني. السادة المواطنين، ضبط النفس والتزام الهدوء، لأن حالة الذعر لن تفيد أحدا. جدع المجنون اللي اسمه شيرينج بونج ده جمع الناس حواليه قاعد يلعب في الزراير قلوب. الزرار الأحمر ده بتاع إيه؟ الزرار الأحمر ده بتاع إيه؟ فشخنا ابن الهرم. يعني إيه؟ فجروا العالم؟ يعني إيه؟ ايه اللي احنا لابسينه ده؟ مش عارف مش عارف مش عارف. يعني ايه؟ رجعنا على الزيرو؟ لا إيه؟ رجعنا مالت. طب احنا بقينا فين؟ احنا فين؟ مش عارف مش عارف مش عارف. يا عم خليك ايجابي، بص نص الكوبايه المليان، صحراء ايه؟ الدنيا فاضيه، مفيش بني ادمين حوالينا، نبني بقى ونعمر ونشطب زي ما احنا عايزين، على مزاجنا، على كيف كيفنا. بص كوبايه ايه؟ هموت من العطش، تصدق ان انت ما عندكش دم؟ يا اخي حرام عليك، نص كوبايه ايه ونص كوبايه فضه؟ انا هموت من العطش يلا. فاكر زمان لما كنت كده تدوس على الزرار ينزل لك ميه ساقعه؟ ولا ايه؟ تفتح باب التلاجة تلاقي ازازة المية المشبرة الجميلة. صدق بالله انت ما عندك دم، بقولك عطشان يا اخي، انت عمال تجيب لي سيرة المية وشقعة وزراير. شوف انا كده، ام الزراير دي كلها وما جابليش هنا غير ام الزراير. ايه ده؟ ايه؟ وجدتها؟ ايه؟ هتقطر مية؟ لا. ايه؟ المية هناك ايه؟ صنع بحارة السراب يا زمزمي، شكلنا هنموت في ام الصحراء دي. نموت ايه؟ الحضارة يا عم، مين اللي هيبنيها؟ مش هنبنيها بالاول؟ مفيش غيرنا ولا ايه على وش الكوكب ده؟ ما تبقاش غيرنا. ايه؟ احنا جايبينها من الاول قوي. تفتكر مين اللي صمم الجلاليب دي؟ الجلاليب دي فيرزاتشي يا خلف. فيرزاتشي مات، فات مع اللي ماتوا. طب اجري يا اخويا، يلا امشي. ده ايه؟ مستقبل بقى، لو في مستقبل يعني اشتري بقى. اشتري يعني اشتري بقى هنا تبقى رخيصه بقى كده. هو المتر تفتكر عامل هنا كام؟ عامل خد براحتك وعدوا. حلو ده عشان الاحفاد والانجيل اللي جايين ان شاء الله بقى هنا. بس ولا لا لا، نطلع الكورنيش احسن. صف اول على البحر. 500 هكتار.
إسمايلان. دخل شوية زمزمة. ما هي واسعة. واسعة واسعة. That's good. كتر خيرك. الحمد لله. بص احنا كده حلو قوي، معانا نص ازازه مليانه، معانا واحد ديناصور، ومعانا الكائن العجيب اللي احنا مش عارفينه ده. That's very good. يا اخي زمان كنت بدعي ربنا اقول يا لو ارجع كده الخمسينات ولا الستينات، ايام بقى التليفون ابو قرص، فاكر انت كده والجوابات الغراميه. يا حبيبي بالسلامه. 200 وبس. عزيزي المستمع، انت تسال و الكمبيوتر يجيب. والحياه كانت سهله قوي. اه ربنا استجاب لك ورجعنا. رجعنا رجعنا شويتين ثلاثه ورا. رجعنا ورا. بص احنا مش هنيأس ولا هنستسلم. خوف وخفرع والناس اللي عملوا حضاره دول مش احسن مننا. احنا لازم نكتب التاريخ. اول سطر هنكتبه انا وانت. يا اخي اقعد بقى بجلابيتك دي. حضاره ايه اللي نبنيها؟ هو احنا عرفنا نبني نفسنا لما نبني الحضاره؟ ما هو الاحباط ده بقى هو اللي هيودينا في 60 داهيه. ده على اساس ان احنا في دريم لاند، مش كده؟ احنا رايحين في 60 داهيه اهو. انا شايف اننا ناجل حكايه بنا الحضاره دي شويه. انا شايف ان احنا ناجلها خالص. طب ايه الحضاره مش هنبنيها؟ يا عم براحت. خلاص خلاص يا عم. ماشي والله. انا شيل يا ابني فعلا. وراك وراك يا زمزم. وراك. ايه اللي احنا لابسينه ده؟ اصبر. ست سنين ما تاخدش ورا مش نلاقي حته نام فيها انسرت. يا ابني ما تستعجلش، لسه في جمل. ما هي واسعه. هو ده جنزاري ولا ده ازرق بترولي؟ اللي بعده عشان الشمس بتروح. روح يلا. اموت واعرف مين اللي لبسنا الجلابيب دي. انا اموت واعرف كانوا بيولعوها ازاي دي.